بالنسبة لمن وقع في حد من الحدود، هل الأفضل يطلب إقامة الحد عليه أم أنه يستتر بستر الله عليه؟ عندنا ثلاثة أقوال في المسألة، قولان متقابلان، القول الأول بأفضلية إقامة الحد، القول الثاني بعدم أفضلية إقامة الحد وأنه يستتر، وقول وسط، قول وسط، وأنه راجع إلى حال الشخص التائب وأيضا إلى حال الناس، يعني بالنسبة للنظر إلى من وقع في هذا الذنب. ولذلك الذي يظهر والله تعالى أعلم أن المسألة راجعة إلى حال المذنب، فإذا كان يقوى على إقامة الذنب ولا يحصل منه شيء قالوا أفضل، قال العلماء أفضل، واستدلوا بحديث ماعز الأسلمي عند مسلم، وكذلك بحديث هذه الجهنية أو الغامدية عند مسلم كذلك، قالوا لأن هذا فيه تطهير. وبعض العلماء يفرق بين ما كان حق لله وما كان حق للمخلوق. ما كان حق لله يقولون الأفضل الستر، أنه ما يطلب إقامة الحد عليه، وما كان حق للمخلوق يطلب إقامة الحد عليه.